خلص بقى بحبحني، خلص بقى يا عم. انت هاخد بق واحد بس، يا عم بق انجز واحد بقى. بس يا عم، خلاص اهو يا عم عايزين نصور. يا عم، هو التصوير هيطير، اهدى بس كده. بقول لك ايه، هجيب حد يا عم. خلص بقى، هكبها في وشك، ايه هسيبك في هشربها وشك. برضو اهو، بس كده. يا عم يا عم خلص بقى. خلاص هقول 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 البحبح علي ابني وداني، البحبح علي. اعزائي المشاهدين متابعين قناه البحبحانه في كل مكان، وحييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من العاده يا ابو السعاده، في كل بيت حاليا لابد انك تلاقي موبايل، تلفون يعني. لا ومش تلفون واحد بس، ممكن كل فرد من العيله معاه موبايل. يعني بقى النت والانترنت شيء زي التنفس كده، ما نقدرش نستغنى عنه. اللي زعلان مع مراته ينزل بوست عريض كده ويكتب كلمتين كده يخبط فيه الزعل مع مراته، واللي زعلانه مع جوزها كذلك تكتب كلمتين كده، يعني ايه اللي قلبه اتوجع ملوش مرتجع، حاجه زي كده يعني، بتلقح بالكلام. واللي زعلان من واحد صاحبه يقول لك صاحب كلب يحرسك وما تصاحبش صاحب يحبسك. خلاص بقى اتعودنا بقى النت والانترنت ترمي عليه كل مشاكلك وكل بلاويك. واللي عايز يمشي مع واحده كده ويقرب منها شويتين يشوف على البوست بتاعها يوم حاطط لها قلب. اقرب صبابه بقى. اللي عايزه تطبخ بطاطس تخش تبحث على النت ازاي اعمل البطاطس المحمره بالبيض المنشش. انا بقول تخش في الموضوع عشان الناس هتسيبك وتمشي، قربت تزهق منك يعني. انا عارفهم الناس دي. لا يا عم انت، انا هقول اهو، هقول انا قلت اللي عليا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي عايز اقوله يا اخوانا ان اي حاجة ممكن تتشير على النت الا الجهل في الدين. كان في واحد اشترى موبايل ولقى فيه كاميرا وفتح نت وبتاع، فقرر ان هو يصور نفسه وهو بيصلي. شيء جميل، ربنا يبارك فيك يا حاج، ربنا يبارك فيك ويصلح حالك يا رب. المشكلة ان هو كان بيصلي غلط، يعني يركع وما يسجدش، يسجد وما يركعش، فدي تبقى خيبة ومصيبة. الاحتفال بالمولد اتكلمنا فيه كتير، المولد النبوي، مولد سيدك عباس، مولد سيدك بتنجان. انما صراحه انا عمري ما سمعت عن انك تعمل عيد ميلاد للولي. ايوه يا عم عيد ميلاد، ايه المشكله؟ هشك بشك يا خليفه ولا مش عارف بيقولوا ايه. تعالوا نشوف. هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ الا ما يرضي ربنا. انا لله وانا اليه راجعون. اشرب بقى القهوه بتاعتي اللي ما عرفتش اشربها صراحه. انا بشكر كل واحد دعمني بلايك او اشترك جديد في القناه على دماغي، والناس القديمه على كتافي وعلى دماغي، ناس ربنا يبارك فيكم ويعزكم ويصلح حالنا وحالكم، ويرنا الحق حق ويرزقنا اتباعه، ويرزقنا اتباعه، اهم شيء يرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه، ابعد عنه. عملت لايك، عملت اشتراك، كتبت التعليق، انا بحبكم في الله. سلام عليكم.
سأقطع كل من عادى رسولي وأبتر كل حبل للوصال وأقليه وأبغضه جهارا رجاء للمثوبة في مآل.